انت وتيم حسن اخوان توأم؟ توأم، ولكن ما في اي شيء بيناتنا. انت من اي بلد؟ هل ممكن اكون اماراتي؟ ابغى اعرف رايك بكل المحتوى اللي قاعد بتشوفه. خطير جدا بالنسبه لي، بكل معايير الاخلاق سقط. تنتقم من نفسك عشان تنجح. شعور بالخذلان من العالم كله ومن نفسي. قلت مثلا ابغى اطلق؟ نعم. سجار المرفأ في بيروت. ما تأثرت بانفجار المرفأ؟ ما تأثرت؟ ما تأثرت؟ هلو حبايبي، كيف أنا؟ قبل ما نبدأ الحلقة حقت اليوم خليني أقول لكم أنه عندنا جائزة مرة حلوة، 2 تيكت مقدمة من فلاي دبي، ومو أي تيكت، راح تسافروا بزنس كلاس على أي بلد في العالم أنتوا تختاروه. وأبغى أتشكر فلاي دبي لأنها اليوم سفرت التيم حقي من دبي على بيروت عشان نعمل لكم حلقات أحلى وأحلى. كل اللي عليكم تعملوه أنكم تكونوا مشتركين في قناة مزاج، تحت في التعليقات اسمكم بالكامل وأنتوا من أي بلد. حلقة اليوم أعزائي المشاهدين المفروض تكونوا عرفتوا من نبرة صوتي، ضيفي لليوم هو تيم حسن. حسن هاشم يا جماعة، مثلث الرعب، سفن، طائرات وشخصيات عالمية اختفوا هناك. اهلا وسهلا فيك في برنامج هوس الجمال. شكرا على التعريف الجميل. اول شيء انا مره مبسوطه ان احنا قدرنا نستضيفك اليوم. شكرا ليلى. خلينا نبدأ بحاجة عرفتها عنك، أنت وتيم حسن أخوان توأم؟ طبعاً هو متداول كتير على الأصدقاء المتابعين بالتعليقات وكذا، أنه أنا والأستاذ طبعاً الممثل المبدع تيم حسن توأم، ولكن ما في أي شيء بيناتنا، ما في أي صلة قرابة، هو شبه، الله بيخلق من شبه 40، هذه هي كل الخبرية. إيش في مواقف صارت معك؟ يعني مرتبطة بحكاية أنك أنت تشبه الممثل تيم حسن؟ بأغلب الأحيان، ما بدي أقول دايماً، بأغلب الأحيان العالم تتصور معي على أساس أنه أنا جبل من مسلسل الغيبة. يقولوا لك أنه حسبناك تيم حسن؟ طبعاً، في واحد قال لي بس عفواً ليش ما عم تحكي سوري بس خلصنا التصوير. قلت له لا والله يا حبيبي، حسن هاشم شخص عابر يعني، موجود أنا يعني بين الأيدي. أكثر سؤال شفناه مكتوب عندك على صفحاتك في السوشيال ميديا هو أنت من أي بلد؟ هل أنت سعودي؟ هل أنت إماراتي؟ هل أنت أردني؟ هل أنا ممكن أكون سعودي مع حبي واعتزازي بالشعب السعودي؟ أحبهم مرة، ولكن أنا مو سعودي. هل ممكن أكون إماراتي؟ أنا مو بإماراتي. هل ممكن أني عراقية؟ هل ممكن أكون عراقي؟ أنا مو بعراقي. بس بأكثر من مقابل سألت هذا السؤال وقلت لهم أنا شخص لبناني، بعتز بالانتساب لأي وطن من الأوطان العربية، كلنا وطن واحد، ولكن إذا سألتيني عن الهوية فهويتي لبناني. حسن، حكينا كيف خطرت على بالك برنامج غموض، كيف خطرت على بالك سرد القصص والحكايات بالطريقة حقتك، كيف أصلاً قررت إنك حتصير مشهور أو حتصير صانع محتوى؟ بحكم شغلي أنا كنت شخص مهندس برمجة، تقلت بالشركة اللي كنت أشتغل فيها لإدارة المحتوى، طلب مني مشروع صغير، فبهذا المشروع طرحت فكرة، أخذت نص مكتوب كتابة من الإنترنت وحطيت كاميرا وقلت له للمخرج الموجود بس حط الكاميرا لو سمحت وراح ألبس أنا جاكيت سوداء وأطلع أحكي. طلعت تكلمت قرأت النص وبعت النص المقروء أو الفقرة، فقرة صغيرة كانت، واسم الحلقة هي أول حلقة موجودة على قنواتي طبعا او على اللي متابعني بالفيديوهات، اسمه طاعون الرقص. ضرب سكان مدينه ستراسبورغ طاعون الرقص، هستيريا رقص جماعيه، وحطوها على السوشيال ميديا وبومينج. فبلشت انا شوي شوي اطور، نكتب الحلقات، نعمل ستراكشر للمواضيع. شخصيتي بالنسبه لهذا العالم كنت احب ابرز قدام الكاميرا، ما كان عندي اي مشكله مع الكاميرا. بس ما شاء الله يعني انت مع صوتك باين كانك مشتغل عليه كثير. صح، كنت تتدرب، كنت تتمرن تمرين على هذا الموضوع؟ لا، ما مرق علي ولا مره تمرنت. للعلم التكلم باللغه العربيه الفصحى بعالمنا العربي هناك قدرات مهوله رائعه بالتقديم الاذاعي وباستخدام اللغه العربيه الفصحى ممتازه جدا، ولكن مخبأه. دلالي عملت تحدي من فترة معينة، طلبت من العالم أنه لو سمحتوا فوتوا على القناة اختاروا أي مقطع بيناسبكم من مقاطعي وقرأوا، اللي شفته هن ناس أحسن مني بكتير. طب لما بيرسلوا لك هي إيش بتكون ردات فعلك؟ بالمسابقة قلت لهم لهو الجماعة أنا بتعلم منكم. بما أنه أنت صانع محتوى يوتيوبر، أبغى أعرف رأيك بكل
صناع المحتوى خلينا نقول اللي موجودين اليوم أو بكل المحتوى اللي قاعد بتشوفه. إذا بدي أعطي رأيي فهو بعطي رأيي لأنه ما نسميهم نحن أنا وغيري صناع محتوى اسمهم الفعلي مؤثرين، شغلتهم أنه يؤثروا على هذا الجيل. هذا التأثير قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. في ظل ما نراه اليوم الرائد هو التأثير السلبي للأسف. أسهل شيء اليوم أنك تحطي كاميرا وتطلع تعمل شوية حركات قدامها وتودي هذه الكاميرا أو تودي هذا الفيديو ويصير فايرل والعالم كلها تنبسط. للأسف اللي عم يعملوا هيك عم يحصلوا أموال. هذا الأمر خطير جدا بالنسبة لإلي. تعميم المحتوى الهادف ما بيصير عن طريق أفراد. طيب إيش السبب أنك أنت دائما بفيديوهاتك وقلت لك هي قبل شوية ما تعطي رأيك بالمواضيع اللي تطرحها؟ مين أنا لأعطيك رأي؟ أنت بالنسبة لإلي يعني أنت بتطرحها عشان هم يناقشوها؟ أنا بطرحها عشان هم يبحثوا ويشوفوا المصادر. العالم تروح تبحث عن مصادرها. لما يهاجموك من بعد ما أنت ما تعطي لما يهاجموني كيف تتصرف؟ لما يهاجموني بسلط الضوء على اللي هاجمني. أحياناً طبعاً بسلط الضوء على اللي هاجمني وبقلهم أنه هاي الرسالة تبع هذا اللي هاجمني هي الرسالة المضادة للرسالة التي أنا أسعى إليها. أوكي. لذلك أنا دايماً بقول سلوغن موجود على قنواتي: ما نعلمه في هذا الكون قطرة وما نجهله محيط. حلو، حبيت الكلام. طب إيش السبب إنك أنت تحطم من نفسك أو تنتقم من نفسك عشان تنجح؟ أنا أكثر من مرة صح انتقمت من نفسي، مثلاً بموضوع الزلزال اللي صار وقت سوريا وتركيا. للأسف اللي حسيته بهالأوقات هو شعور فعلياً بالخذلان. أنا شخص قومي. من مين حسيت بالخذلان؟ الشعور بالخذلان من العالم كله ومن نفسي، لأنه أنا ما قدرت أقدم شيء. تقعدي تفتحي فيديو تشوفي ولد أو تشوفي طفل أو تشوفي عائلة موجودة تحت أنقاض وأنت بس قاعدة من وراء الشاشة عم تتفرج وتقولي يا حرام، هذا بيخلق لك شعور بالخذلان أو أقله بيخلق لإلي أنا شعور بالخذلان. فبقيت على فترة شوي مكتئب. هناك معابر أقفلت وأبواب أقفلت على فئة من الناس قتلوا تحت الرماد. هذا الموضوع دمرني بعترف، بس رجعت إجت هذه الشرارة اللي قالت لي أنه لازم أتصرف شيء حيال اللي صار ولو بفيديو. فعملت فيديو اسمه قصة العالم الثالث وأنتم معنيين بها. قصة العالم الثالث وصلت لهذه الرسالة بآخر الفيديو وحسيت أنه نوعا ما ارتحت أنا بيني وبين حالي. كيف كان تفاعل الناس لما نزلت الفيديو هذا؟ العالم كله أيدت اللي صار، بس لمست أنه الأشخاص الأمة العربية فئة كتير كبيرة منهم متضامنين مع الشعب السوري بكافة أطيافه. الله يرحم كل الشهداء اللي راحوا في الزلزال اللي صار، وإن شاء الله يا رب عودكم عند ربنا يكون أحلى إن شاء الله. رب. عندك ما شاء الله ولدين، أبغى أعرف إيش أعمارهم. عندي بنتي ليان عمرها 9 سنين إن شاء الله. مدللتي. وعندي ولي العهد، عندي سمير عمره 4 سنين ما شاء الله. نعم. أنت متزوج من تقريباً 11 سنة نقدر نقول؟ صح تقريباً صح. كيف تحس من بعد 11 سنة الرجل والامرأة ممكن تكون يعني حياتهم الزوجية؟ طبعاً زوجتي أخذتها عن قصة حب جميلة جداً. يا عيني. طبعاً أكيد ذكريات جميلة جداً بالنسبة لي ولزوجتي. ولكن كم دامت علاقة الحب؟ تقريبا 2 أو 3 سنوات كحد اقصى. كيف تعرفت على بعض؟ هي كانت صديقه لي بالجامعه. اوكي. مره زمان يعني. صح. كبرتوا مع بعض. صح كبرنا مع بعض وحبيتها وحبتني وخلص اتفقنا سبحان الله. طب ايش برايك هو السر الناجح للعلاقه الزوجيه؟ اول مرحله الحب بين الانسان وزوجته هي مرحله المراهقه. قد يكون حب افتراضي لأنه هذا الموضوع ممكن يحدث ممكن لا، بس ينتقل هذا الحب للمرحلة الواقعية. يعني بنفتح الباب بتكون أنت حطيتي أول أس من أسس العلاقة التي ستدوم. بس ننتقل ليصير فيه بالموضوع أولاد، نحن صارت الأسس كلها موجودة بهذا المنزل. بس تصير هذه الأسس موجودة بالمنزل صعب هذا المنزل يتهدم. الله يخليكم لبعض. الله يا رب. شكرا. طب كل اثنين يصير بينهم مشاكل. نعم. وزي ما شايفين من الفترة الأخيرة الطلاق صار كتير بشكل صح. يخوف صح. يعني صح. قد مرة ضربته أنت وزوجتك وقلتوا خلاص، قلت مثلا أبغى أطلق؟ هذا الموضوع بجرب دايما نكون واعي له. زوجتي نفس العملية،
محبتنا لبعض إن شاء الله ما بتخلينا نستخدم هذا التعبير. طبعا كل شيء بنرجع بنقول إنه كل شيء بإيد رب العالمين، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير لقدام، ولكن على الأقل هذا ما أثق فيه حاليا. أوكي، طب أولادك يتفرجوا عليك؟ ابني 4 سنين ما بيشوف وبينبسط من فرحته بال... ما يجربوا يقلدوك كيف تتكلم؟ ابني بيتمسخر علي. ابني 4 سنين على صغره بيحاول يقلد صوته بطريقة استهزاء، بس هو 4 سنين يعني ما بيعرف يحكي صح. فبالنسبة للبنت لا، ذكية اسم الله، بأكتر من محل أتقنت، جربت تقلدني، قامت بقراءة بعض القصص. طبعا أنا عائلتي ما بطلعها دايما على العالم، ممكن تمرق صورة. بس إيش ليش السبب ليه ما تطلع عائلتك على السوشيال ميديا؟ ما في داعي، أنا عب يعني الطريقة اللي عم ببرز فيها فيك. الطريقة اللي عم ببرز فيها على السوشيال ميديا هي عم جرب إنه أبرز ما أقدمه على السوشيال ميديا. طيب زي ما بنشوف كثير من صناع المحتوى ما عندهم مشكلة بأنه يصوروا أولادهم، يصوروا معهم تحديات، يكونوا هم سبب شهرتهم. صح. إيش رأيك بالتصرفات هذه؟ أنا بالنسبة لي إذا كان مبالغ في الموضوع أو إذا كان استعمال الطفل لأجل الشهرة أو للأسف، ما رح أتكلم عن اللي عم بيصير طبعا على التيك توك لأنه هذا بالعرب الفصيح وبكل معايير الأخلاق سقط. لما الشخص بده يطلع يستخدم مفاتن زوجته وغيره لأجل جذب المشاهدات أو لأجل أنه يطلع لايف ويحصل شوية مصاري، أنت سقطت أخلاقيا. من الأشخاص اللي ممكن يكون ليهم دور فعال في حسن اللي قدامي اليوم؟ أهلي أولا، بيرجع من بعدها وقوف الزوجة، وبيرجع من بعدها محبة العالم. مين الأشخاص اللي قريبة لك من عائلتك؟ أنا قريب من الجميع صراحة، وبحس أنه بالنسبة لأمي وأبوي ما يريدونه لا جدل فيه. طبعا أخوتي بفضلهم على نفسي أحيانا، نحن بنتين وولدين. بنتين وولدين. عندي أختي حوراء، هي طبعا ضروري أذكر حوراء، هي اللي بتكتب الحلقات. أيوة عندي. شكرا يا حوراء. نعم. على المجهود اللي بتعمليه. صح، حوراء بتعمل مجهود جبار وعالي جدا. وعندي أخوي أحمد موجود بأمريكا، وأختي الصغيرة بفرح موجودة بفرنسا، طبعا كلهم معيلهم، وأنا موجود ببيروت. الله يخليكم لبعض يا رب. دائما يقولوا الولد سر أبوه. نعم. هل هذا الشيء منطبق عليك؟ أنا بيقولوا لي إنه هذا الشبل من ذاك الأسد. شفت؟ نعم. شفت؟ فأنا أوافق على هذا الموضوع، ما فيه مشكلة. وكيف على علاقتك مع أهل أبوك؟ علاقتي مع أهل، مع أعمامي، كانت علاقة إنه هن بيلعبوا دور الأب. يا ريت بيرجع عم مرة تانية موجود، خاصة في عندي عم اسمه عصام. كان مقرب مش مني، ولا كان مقرب من الناس كلها، وهو كان حاطط حاله بموقع المسؤولية، هو ليس بحاجة لها أساسا يعني. طب خلينا نعطيهم كده رسالة سريعة. واللي كانوا موجودين طبعا، في عندي عم بعد موجود، وجه له ألف تحية. أوكي. أكيد. الله يخلي لنا إياك يا رب. أكيد. أعطيهم كده رسالة صغيرة على كاميرتك. أنا بقول الله يرحمكم، وإن شاء الله الله بيجمعنا معكم للي توفوا من أعمامي، الله يجمعني معكم بجنات النعيم. الله يغفر لكم أي شيء كنتوا عاملينه، لأنه بالنسبة لي خلصت هذيك المرحلة، مرحلة الحياة، وهلأ في مرحلة الموت. هلأ بتصور صار لازم أتذكر كل فترة وفترة، بتذكر إشياء من اللي عطونا إياه، فبتكون ذكرى حلوة للسعادة، بتكون ذكرى جميلة جدا وحلوة جدا، و بتخليك مثلا تقرأ الفاتحة، تترحمي عليهم، تتذكريهم نوعا ما. فبتمنى هذا الشيء يكون عم بريحهم بقبورهم وبس، والباقي بإيد رب العالمين. أنت لبناني عايش في لبنان. نعم. عارفين أنه صار انفجار المرفأ في بيروت. كشخص لبناني متأكدة أنه اتأثرت بالموضوع هذا، فشاركنا أنا والمتابعين كيف عشت اليوم هذا، وإيش صار معك، واليوم إيش حاسس، وإيش نفسك توصل للناس. لا ما تأثرت بانفجار المرفأ، ما تأثرت؟ اتدمرت مثل ما اتدمر غيري من اللبنانيين بانفجار المرفأ. انفجار المرفأ كانت صدمة بالنسبة لي. أنا كنت بشغل القديم، فكنت أشتغل بمنطقة جوني، فالطريق هذا من جوني لبيتي محل ما موجود هو مسلك اليومي تقريبا. فبهذا اليوم سبحان الله أنا كنت ماخد إجازة بالشغل، لبعدين شفنا المنظر المهول وفتحنا التلفزيون وكان مكان، وللأسف ما بعرف اللي صار، إذا ممكن إذا صار بأي دولة تانية إنه يمر مرور الكرام ما يصير عليه أي شيء،
ولكن اللي خسرناه بانفجار بيروت ما بتصور في حدا بيعوده. إن شاء الله أنا يعني كمان متمنية إنه إن شاء الله كل شيء صار يرجع يتزبط، ورغم كل هيدا بتضل بيروت بتنبض بالحياة، بتضل بيروت يعني أكيد من بعد الانفجار ينذكر وما ينعاد. كتير عالم عم تجي على بيروت عم تشوف قد إيه بعدها حلوة وبعدنا منحبها وبعدنا عنا أمل إنه تصير أحلى وأحلى وأحلى من قبل. حسن، إيش ممكن تكون الرسالة أو حلمك إنه يصير من وراء المحتوى اللي انت بتقدمه؟ العرب هاي الفئة من البشر بمرحلة من المراحل كانت هي مصدر العلوم. العلوم اللي عم نشوفها اليوم أساس الدراسات كلها كانت مصدرها عربي. سرقة العقول، هجرة الأدمغة بنسمعها دايما. برأيي الشخصي انه ينطروا شوي، يهدوا البال، ينطروا شوي. الأيام عم تمشي وعم نشوف نحن الغرب تدريجيا لوين رح يوصل، ويتعلموا من التاريخ ومن الحضارات التي كانت قائمة فيما مضى كيف أنها وصلت إلى ذروة معينة ثم سقطت لا بل اختفت، لأنه هاي الأرض أرض الخيرات وأرض الأدمغة. طب حسن، بما أنه فيك شبه مرة كبير من الممثل تيم حسن، مو ممكن نشوفك بتمثيل بدور تمثيلي مع تيم حسن أو لوحدك؟ التمثيل مش هدف لألي، ولكن قد يكون بمرحلة من المراحل مناسب لألي. فإذا كان هناك من أدوار تاريخية حكماً سأقبل، أدوار تاريخية متكلمة باللغة الفصحى، تسلط الضوء على قضايا من قضايا التاريخ المعينة، يبلشوا أعمال إنتاجية كبيرة تاريخية. وإن شاء الله حسن معاكم إن شاء الله. طلب منك تمثل مع تيم حسن؟ طلب رسمي من جهات رسمية مثل لا. هلا في بعض الناس المرتبطين مع شركات إنتاج معينة شافوا إن ممكن يكون دوبلير مع تيم حسن أو مع، فقلت لهم يا جماعة أنتوا شايفين هذا الشيء مش أنا يعني. للأسف كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أبغى أتشكرك حسن، كانت حلقة جدا ممتعة، وقد ما أنت قاعد بتتكلم أنا يعني بتدخلني في حكايات وفي روايات. الأسلوب جدا جميل، جدا راقي. أحييك من جد على المحتوى اللي بتقدمه. شكرا 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 يا ليلى، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية وتالتة بهذا استوديو المتواضع اللي بصور فيه دردشة. وكمان لا تنسوا في شخصين منكم ممكن يفوز باثنين تيكت مقدمة من فلاي دبي بزنس كلاس على أي مكان في العالم أنتوا تختاروه. لازم تكونوا مشتركين في قناة مزاج، وتحت في التعليقات أكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنتوا من أي بلد. واحد، اثنان، ثلاثة، أحبوا أنفسكم. الله الله.